عايز ايه؟ ايه؟ ما وحشتكيش؟ يعني مش فاهم اللي اتفقنا عليه بيحصل. لا خلي بالك، انا مش هينفع استنى كتير. ها؟ هتضل لي الفلوس عشان هطلبها منك في اي وقت. هتيجي اشوفك النهارده بالليل. مع السلامة. اسمعي بس، مادام كده كده بتسيبي جوزك، تعالي نرجع نشوف بعض تاني، بس المرة دي بقى صح وعلى نضيف. اللي زيك ما يجيش من ورانا نظافة. مع السلامة. طيب، مع السلامة. اسمع يا ابني، طريقة الشغل دي مش هتنفعني، انت فاهم؟ يلا مع السلامة. بتكلم مين؟ شغل. شغل ازاي يعني؟ بتكلم مين؟ يا نادية، يعني لو قلت لك انا بكلم مين هتفهمي؟ شغل والسلام. هفهم ليه؟ انت فاكر انك كنت جايبني من الزريبه اللي كنت بتلعب فيها وانت صغير، ولا ما بعرفش افك الخط يا حلوجي؟ عايزه ايه يا نادية؟ عايز اعرف كنت بتكلم مين. نادية حبيبتي، لو غيرانه تاكدي ان مفيش اي سبب للغيره دي. هغير عليك انت؟ لا طبعا. الحكايه وما فيها اني مش عايز اعيش في البيت وانا شايله الطين وساكته، وكمان قله قيمه يا حلوجي. طين ليه يا نادية؟ عايشة مع راجل شايلك جوه عينيه ومستحملك، عايزة ايه تاني؟ مين اللي مستحمل وساكت؟ لو في حد ساكت ومستحمل لغاية دلوقتي في البيت ده يبقى أنا. لو في حد بيحافظ على البيت ده وبيلم من ورا قرفك وقذرتك وبلاويك يبقى أنا. وكل ده عشان ايه؟ ومستحمل عشان ايه في الآخر؟ ولا حاجة. كل ده عشان ما بخلفش. طب يا أخوي، ما تروح تتجوز. ما انت راجل قد الدنيا ومال وهدومك، ما تروح تتجوز على اللي يبقى بالحلال وبشرع الله، وتبقى راجل محترم وتخلف لك كم عيل كده يملوا عينك، بدل قلة القيمة والمسخرة والقذارة اللي انت فيها. بجد انا مش قادر اصدقك. تعرفي انك اول واحدة ست في حياتي اشوفها تقول لجوزها روح اتجوز عليا؟ مش لما تبقى جوز اصلا. جميلة، انت عارفه ان هما فتحوا باب التقديم في الاوبرا؟ عايزين نروح. لا مش عايزه. يعني ايه مش عايزه؟ يعني مش عايزه اللي يعني ايه مش عايزه؟ عايزه اذاكر. يعني انا اقول لك الاوبرا تقولي لي مذاكره؟ انا بصراحه مش عارفه انت بتفكري ازاي. انا ساعات بحس ان انت شخصيا مش عارفه. على فكره انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. خليكي في حالك. طب عايزه ايه؟ عايزه اتعين معيده هنا، مش عايزه اسيب المكان ده. حاسه ان دي اجمل واكبر حاجه هعملها للمزيكا، ان يساعد اي حد يتخرج انه يحبها ويعرف اهميتها ويعرف ان المزيكا فن مش عرض وطلب، كأنها بضاعة. طيب يا ست الدكتورة، انت عارفة بقى ان هشام مش هيخش امتحانات السنة دي؟ ولا السنة الجاية. اللي يأجر فنه بالساعة في كباريه يبقى ما يلزموش المكان ده. بركاتك يا دكتور رياض. انت مالك ببابا؟ ايه دخله في الموضوع؟ لا يعني قصدي عارف يربي وكده. اه هو لسه حكاية الجواز دي ولا ايه؟ لا. ايه ده ليه؟ لا احكي لي احكي لي. ايه دي مفيش حاجة تتحكي. هو كده أي حاجة مش محسوبة صح في الأول عمر نهايتها ما هتكون صح. بس قومي يلا بقى عشان عايزة أذاكر.